مشاهدينا الكرام، مشاهدي النيل للتعليم العالي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده وشباب واراء. حلقتنا النهارده حلقه خاصه عن شبابنا في جامعاتنا المصريه اللي توجهاتهم اصبحت اكثر ايجابيه، ما بقوش بينظروا فقط لصقل مهاراتهم واكتساب معلومات واكتساب معارف والتفوق الدراسي وفقط، ولكن ايضا بقوا يركزوا على ازاي نخدم مجتمعنا، ازاي نتواصل مع الاحتياجات اللي موجوده في مجتمعنا، مش بس مع احتياجات سوق العمل، لا، مجتمعنا عايز ايه، ايه الفئات اللي ممكن نتعاون في خدمتها، ايه الفئات اللي ممكن نكرس جزء من وقتنا لخدمتها، ايه الفئات اللي محتاجة دعم مادي، ايه الفئات اللي محتاجة استقطاع من الوقت، ايه الفئات اللي محتاجة تعاون خدمي بنوعيات مختلفة. والحقيقة ان معانا النهاردة مجموعة كبيرة من شبابنا اللي بيمثل الشباب الايجابي الرائع في جامعتنا المصرية. تعالوا مع بعض نرحب بيهم. كريم فضل رواش، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة، أهلا بك يا كريم. ومعنا أيضا عمرو عادل مصطفى، الطالب بالفرقة الأولى كلية الهندسة في إحدى الجامعات الخاصة، أيضا برحب بيكم. وده معناه أن نشاط شبابنا مش بس زي ما بنشوفه في الجامعات الحكومية، لكن أيضا الجامعات الخاصة ليها نصيب من المساهمة بطلابها في خدمة المجتمع. كريم، عرفوني على نفسكم اكتر وقولوا لي بتعملوا ايه. طبعا انا كريم رواش، طالب في الجامعه كليه هندسه. اسرتنا اسره سلسله الخير، اسره طلابيه للنشاط الطلابي للاعمال الخيريه. جميل. مجموعه صحاب مع بعض في الجامعه، اتجمعنا لفكره ان احنا نخدم المجتمع من الجانب الانساني. ناس محتاجة، أطفال سرطان نخرجهم نفرحهم، نسام تبرعات من بعض ولو بالنيه حتى. خلينا نتكلم عن التنوع ده، رائع، لكن ازاي جات لنا الفكرة وازاي الأسرة تكونت؟ بقالها قد ايه الأسرة تقريبا؟ ثلاث سنين يعني من ساعة ما دخلنا الكلية تقريبا. كانت موجودة قبل ما احنا نيجي؟ لا، انتوا اللي بدأتوها. جميل. فكرة ان انا اي طالب في الجامعة بيدور دايما على شغل وقته، لان المناهج الدراسية مش بتدينا كل المهارات اللي احنا عايزينها، فياخد كورس هنا، ياخد مهارة هنا، يروح حفلة هنا، يروح رحلة هنا، انما ان انا اكرس وقتي لفعل الخير، انا ربنا يجازيكم كل الخير عن اللي انتوا بتعملوه. لكن ازاي الفكرة جت وازاي جمعنا اكبر عدد ممكن من الشباب فيها؟ هي الفكرة جت، احنا مجموعة صحاب عادي، الفكرة جت من احنا كاصحاب اصلا بنخرج مع بعض، بنقعد مع بعض، بنتكلم مع بعض. اغلبنا مثلا شاف ان احنا في ايفنتس وحاجات تانية بتبدأ تتعمل، خدمات للطلاب، للاطفال، الجانب الانساني للمجتمع، فقلنا احنا لازم نساهم ونشارك بحاجة نعملها مع بعض. احنا كده كده متجمعين نشغل وقتنا في حاجة مفيدة للناس. بدأنا ان احنا نأسس الأسرة واخترنا اسمها رسالة الخير. تقريبا يعني رسالة الخير من شباب الخير، ربنا يجازيكم كل الخير. توجه رائع ومطلوب. معظم الشباب بيتجه لمنظمات او منظمات المجتمع المدني، سواء كانت جمعيات او مؤسسات خيرية، عشان يقدم مساهمته منها. انما كون ان احنا يبقى لينا الريادة كمجموعة هي اللي تختار وهي اللي توجه نفسها لعمل خير، ده برضو بيحتاج مجهود. طبعا يعني هو مش بس نجمع بعضنا، ده احنا كمان اختياراتنا هتكون فين ومين اكتر فئة محتاجة مساهمتنا، كل ده برضو يتهيألي ضرب فكرهم. كلنا تقريبا اتساهمنا في، بدأنا على طول من اول ما تكوننا احنا بدأنا ان احنا نعمل ايفنتس تبرعات دم. جميل. للمستشفيات، وبدأنا ان احنا عملنا اكتر من ايفنت، لان احنا معانا صور ممكن تتعرض هنعرضها دلوقتي وهتعلقوا لي عليها. رحتوا لاماكن كتيره،
رحنا اماكن كتير، رحنا يعني ده ما اعتبرتوش تشتيت ليكم ان انتوا ممكن تركزوا على حاجة معينة ونترك بصمة فيها؟ يعني انهي الافضل بالنسبة لكم؟ انهي كان الافضل، ان انتوا تروحوا لاكتر من مكان وتوزعوا مجهودكم على اكتر من مكان، ولا ان انتوا تختاروا حاجة وتتركوا فيها بصمة؟ هي احنا معانا الصور يا كريم. هي دي ايفنت رسالة خير التبرع للدم كان عندنا في الجامعة. طبعا ده كان من اوائل الايفنتس اللي احنا عملناها. برافو عليكم. بعد كده حتة التنوع بتفيد، بنحس ان احنا حابين نجرب كل حاجة، يعني برافو حابين ان عليكم، احنا نساهم اكتسبوا هنا ونساهم خبرات. هنا ونساهم هنا. برضه مش هنفضل ان احنا نعمل الايفنتس بتاع التبرعات الدم على طول، في تنوع وبنكررها، يعني احنا بنتنوع في اكتر من مجال وبنساهم في اكتر من مجال، بحيث ان احنا نساهم في اكتر من اتجاه للخير، برافو. نقول الثواب والجانب الانساني، ان احنا نحس وتساهموا بغيرنا بنشاطكم ونساهم في داخل ان احنا المجتمع. نعلى من المستوى الاجتماعي للمجتمع ككل. جميل. و الكلام ممكن ان حد يقولك ده كلام كبير قوي، لكن الحقيقة افعال بسيطة جدا ونشاط ممكن ما يكونش كبير ممكن يبقى ليه اثر جميل جدا في المجتمع. ناس حتى تحس ان الشباب الجامعي ليهم دور، مش مجرد ان هو بيتعلم ويطلع يشتغل وبس، لا ده فيه مساهمات من نوع اخر يستشعرها الناس اللي بتعاني سواء من الجانب الاقتصادي او الاجتماعي. عمرو انت في الفرقة الاولى، وقول لي ايه اللي لفت نظرك للموضوع ده وخلاك تنضم ليهم؟ في الأول كان في اللي هو رئيس الجمعية كان صاحبي، فكنا طالعين تقريبا كنا جايبين أطفال عندنا في الجامعة، أطفال عندهم من دور ايتام. كانسر، كان عندهم كانسر، فجبناهم وقال لي احنا عندنا بكرة محتاجينك معانا لو عايز يعني تيجي، فقلت له تمام مفيش مشكلة. والحمد لله كانت اول تجربة كانت ليك أول يعني؟ تجربة وكانت جميل. حاجة يعني الحمد لله كانت كويسة جدا يعني. المعتاد ان احنا دايما بنروح للولاد في دور الايتام او في المستشفيات المتخصصة بعلاج الاورام، لكن واضح ان انتوا كمان ليكم احنا ايفنت رحنا داخل فعلا، احنا المستشفى. رحنا معانا صورة. 57 3 جميل. 57. ايه الفكرة من ان احنا نجيبهم الجامعة؟ الفكرة في ان احنا نكسر الروتين اليومي لينا احنا كطلاب اصلا، وان احنا نكسر لهم الروتين اليومي ليهم برضو، يعني احنا برضو كله دراسة، محاضرات من هنا لهنا لهنا، فلما اجيبهم عندي الجامعة لا انا هعمل جو تاني في الجامعة. ده في الجامعة، الصورة دي داخل الجامعة. ده احنا ساعة جميل. ما صادفناهم عندنا في الجامعة، لما اجيبهم عندنا الجامعة انا بغير من الروتين ده اليوم كان في بتاعي فترة الدراسة يا كريم اثناء ولا الدراسة. أثناء الأجازة؟ كان اثناء الدراسة، جميل. اثناء الدراسة ما لان انا وكمان استعملتوا اغير. الملاعب بتاعة الجامعة، رائع. لا الجامعة عندنا بتقدم دعم، كل الدعم لينا، في حيث ان لو باصات احتاجناها، نقل الخدمات داخل الجامعة المتاحة لينا اللي هو الملاعب والاشياء دي، وقدمنا لهم وجبات، الحاجات دي كل الجامعة هي اللي كانت موفراها يعني. بالتعاون طبعا مع توجهكم، لان انتوا اكيد بيبقى ليكم جزء من التبرعات، طبعا جزء طبعا من المساهمة، هو بيبقى جزء بالاضافة كده وجزء كده، لاكبر عدد يعني هو ممكن من جزء كده الطلاب. وجزء كده، يعني جميل. احنا بنحاول نجمع من بعض اكتر حاجة ممكن نعملها وبنطلب الباقي من الإدارة. ده كان اول ايفنت تحضره يا عمرو، كان اول ايفنت عليا. وبعد ايه الايفنتس التانية اللي انت عملتها؟ بعد كده حضرت ايفنت اللي هو توزيع شنط رمضان، وبعد كده افطار صائم، وبعد كده الأضحية، واخر ايفنت كان ما لسه شاء الله، يعني عاملينه. كل المواسم اللي فيها فرحة بالظبط، سواء روحانية هي دينية احسن أو حاجة بنحب تشوف بتساهموا فيها. الفرحة على وش بني آدم، دي يعني جميل، متقدرش شيء التمن. مختلف. على مستوى أسرنا كان عندنا القدرة، يمكن لو الأسرة بتساهم وكل الأسر تقريبا بتشارك بصورة أو بأخرى، لكن يتهيألي مع زمايلنا وفي الجامعة بيبقى في شيء مختلف. مش قوي يعني، مش مختلف قوي يعني، بس هو مجرد اننا العمل خيري. قدراتي انا كطالب في الجامعه ان انا اختار واوجه واساهم واتابع، كل ده ما بيحصلش واحنا في جوه اسرنا. طبعا يمكن لان هو بنعتمد على ان ولي الامر هياخدنا بالظبط هو يعلمنا نعمل ايه او يعرفنا، داخل انما في الاسره، في الجامعه بقى انت اللي بتدير الدنيا كلها. داخل الأسرة في البيت وكده بيبقى فيه الوالد هو اللي مسؤول، وهو اللي بيبدأ يوجه، هو يوجهنا. اللي بيصح هو الغلط. إنما إحنا في الجامعة بتبدأ إن أنت تخش مرحلة جديدة بالنسبة لك، إن مرحلة الريادة، مرحلة النضوج، مرحلة إن أنت اللي بتبقى صاحب القرار، أنت اللي بتنظم، أنت اللي بترتب، أنت اللي بتقول مين هيعمل إيه، ده هنعمله إزاي، هنعمله إمتى، هنحتاج فيه ومش هنحتاج فيه إيه.
ايه صح وايه غلط، ايه ممكن لو عملناه جديد يبقى فعلا مدهش او بيترك اثر ايجابي، ايه ممكن بعد كده احنا اللي بنقيم نفسنا برضو والناس معانا برضو بنبدا نقيم نفسنا ان احنا ايه عملناه وكان سلبي، ايه عملناه وما كانش المفروض يتعمل في الوقت ده، ونبدا ان احنا نتداركه بعد كده ونبدا ان احنا نصلح منه في الايفنتس اللي بعديها. رائع. عمرو، ايه اكتر ايفنت عجبك؟ اكتر ايفنت عجبني كان افطار صائم. كنا ساعتها نزلنا يعني في للناس بقى اللي هي الناس اللي بتبيع مناديل، عمال النظافة، اللي هي الناس البسيطة يعني. ف في نفس المكان حوالين الجامعة لا ولا رحتوا الأماكن لا بعيدة؟ رحنا أماكن تانية. احنا بنحاول دايما ان احنا نوزع نشاطنا برافو عليكم، فبحيث يعني ان الخير أماكن يطول أبعد، كل الناس. برافو، بس فكان حاجة كويسة كان يوم جدا. ممتع. كانت الناس الايفنت يعني كنتوا الايفنت، مشترين وجبات جاهزة ولا لا احنا عملتوا كل حاجة؟ جمعنا كل حاجة من برافو، نفسنا وعندنا بنات شطار في ما شاء الله. ما أنا ده اللي بسأل عليه، عملوا لأن الاكل هو ده اللي احنا ممكن بيخلي نتكلم الخبرة بالتفصيل عن مختلفة، مش كده؟ الايفنتس اللي يعني احنا جات لنا الفكرة من ان هو ده شهر رمضان وده شهر بيحبب فيه الاعمال الخيرية وكده، أكيد. فثوابه مضاعف طبعا. فاحنا بدأنا احنا قلنا ليه ما نجمعش من بعض ونعمل وجبات نوزعها على الناس. بدأنا نشوف المقادير، الوجبة مثلا فيها هنستخدم كذا وكذا، الأصناف علشان الأطعمة توفروا أكبر كم من أكبر كم الفلوس وأكبر كم من من الوجبات، الوجبات، وإن احنا نوصل لأكبر عدد من وتعملوها الناس. انتوا بنفسكم، دي في حد ذاتها ضامنين نظافة ومعانا في الشيء الأسرة، وجودته. برافو معانا في عليكم، الأسرة البنات ما شاء الله يعني ما شاء الله، كل قاموا التحية ليهم بالواجب. طبعا، طبعا كل التحية ليهم. قاموا بالواجب وهم اللي تكفلوا بالموضوع ده، الطبيخ طبختوا وعملوا فين؟ الوجبات. جوه الجامعة ولا لا كل في البيت؟ هم في اتجمعوا في كلهم في بيوتهم. بيت في بيوتهم. جميل، ده كان في المزرعة، احنا رحنا خدنا منهم روح الوجبات جميلة شنط يا شباب ووزعناها. والله، روح جميلة ورائعة، وتهيألي غيرت فينا حاجة. استقبال الناس لينا كان شكله ايه؟ يعني كنتوا عارفين عدد الأفراد اللي انتوا رايحين لهم، عدد الأسر، ولا كنتوا نازلين عشوائي توزعوا على أي حد؟ افطار الصائم الى حد ما كان بشكل عشوائي لان هو بيبقى وقت افطار، واحنا نازلين مستهدفين الفرقه اللي هي بتبقى على الطرق في وقت اذان المغرب، برافو، فدي اكتر ناس ممكن تكون محتاجه حاجه احتياج. زي كده، بالذات خصوصا عمال النظافه وكده اللي هم بيكونوا في الطرق، الناس اللي هي الغلابه اللي بنبدا. احنا عملت نزلنا كم بشكل وجبة عشوائي تقريبا يا كريم؟ تقريبا 50 وجبه ما شاء الله عليك، بشكل ذاتي، ده كلنا ما بيننا وبين بعض بس من غير جهود ذاتية. دعم من جميل. إدارة الجامعة في الجامعة. عمرو، ايه تاني من الايفنتس اللي انت حسيت وانت لسه في سنة اولى ان دي بالنسبة لك يعني تجارب ممكن ما كانش عندك الفرصة قبل ما تلتحقوا بالجامعة ان انت تشوفها؟ الأدوات المدرسية ده حاجة يعني، دي احدث حاجة، مش كده؟ ده برضو خدت خبرات في موضوع رغم البيع بساطة والشراء الفكرة وان ممكن ناس تقول يعني هي يعني هو ده اللي ناقص، يعني ما في حاجات تانية كتيرة، لكن تالي انتوا دخلتوا الفرحة على عدد كبير جدا من لا ولادنا، كنا منزلين أسعار يعني كويسة جدا، ما شاء تعتبر الله. يعني احنا كنا الفكرة أصلا من الأول إن احنا كنا جايبين حاجات وقبل الأسعار ما تغلى ومخزنينها عندنا، برافو عليك، عشان وبعد كده نزلناها بسعر الحمد لله يعني كان كويس مميز. والناس اتبسطت من الموضوع يعني. عملتوا الايفنت ده فين؟ عملناه في منطقة كده عشوائية شوية قول لي فين؟ في العمرانية. في العمرانية، وكان في نسبة كبيرة من الناس، ليه ما فكرتوش توزعوا ان يبقى في بيع؟ احنا بالفعل يعني هو بيع ليه يعني، احنا اولا جبناها في وقت السعر كان قليل فيه، طبعا احنا مش هدفنا تجاري الربح، انا فاهمة، فهنطلعها في نعم. وقت هي دلوقتي بقت تقريبا اعلى نسبة ما، فبدأنا نطلعها بالسعر اللي هو احنا كنا شارينا بيه اصلا. فانا اولا بقدم له خدمة، بقى دي في اول فرق، حاجة، فرق واضح في والى السعر. حد ما برضو في نسبة ربح بسيطة هنروح بعد كده بعد ما نخلص بيعه وكده، المصاريف الفلوس اللي هي جت من ناتج العائد بتاعها هنستخدمه برضه في اعمال خيريه، ان احنا نبدا نعمل نطلع مثلا الجزء اللي احنا اشترينا بيه، ولو هندعم منه جزء ولا حاجه بجانب الربح صافي الربح اللي احنا طلعناه، وهنبدا نستغله في عمل خيري ان احنا نشتري ادوات بقى مدرسيه من ونبدا نوزعها على اسر فعلا ما قدرتش ان هي محتاجة. تيجي وتشتري مننا حتى بعد ما نزلنا السعر. عملية تدوير رائعة. دايما بنقول اللي فات حلو، لكن يتهيألي ان شاء الله بيكم اللي جاي هيبقى اجمل. حاطين في دماغكم ايه تاني من الافكار اللي عايزين تنفذوها؟ يتهيألي كل ما بتنزلوا لمستوى الخدمة الاقرب
بصوره قريبه من الناس بتحسوا ان الناس في احتياج اكبر محتاجين لحاجات فعلا اكتر. نزود اكتر. ايه مخططاتكم للي جاي ان شاء الله؟ في ان شاء الله يعني بنفكر في موضوع تنظيف شوارع، ننزل في مناطق نظافة، لان موضوع الزبالة ده بقى منتشر بشكل كبير قوي في البلد. ان شاء الله يعني حاطين في احنا اعتباركم حاطين مناطق تارجت برضو، بعينها. احنا حاطين برضو تارجت في ان احنا مش بس نبقى في الجانب الخيري، احنا برضو عايزين نبدأ نتنوع ونخدم اصحابنا جانبات الطلاب في خدمية، الجامعة، من حيث المساعدة الخدمات العلمية. مثلا، ممكن الخدمات الدراسية بقى، ان احنا نبدأ دلوقتي على حد ما احنا اتعرفنا معاهم وتعرفنا منهم، نبدأ نعمل ندوات علمية، نبدأ ان احنا نجيب ناس تدي دروس يعني كورسز او سيشنز ورك شوب، نبدأ ان احنا نبدأ نقدم خدمة الجانب برضه مختلفة بجانب العلمي بالجانب الخيري اللي احنا بدأنا فيه ومكملين فيه. انا برضو ببدأ ان انا بعرف الناس بيها اكتر، ببدأ ان انا لما اجمع تبرعات او حاجة بيننا كطلاب من بعض، هنبدأ ان احنا نلاقي عدد اكبر بيساهم معانا وعدد اكبر بيشارك معانا، ونبدأ نوسع نفسنا اكتر واكتر. في ناس ممكن تقول اللي انتوا بتعملوه ده ممكن يضيع وقتنا، او وانتوا في كلية عملية ومن الكليات الصعبة، لكن الناس لما هتركز شوية هتلاقي اللي انتوا بتعملوه ده بيكسبكم خبرات حتى في مجال عملكم، صح ولا لا؟ أكيد. طبعا. يعني انتوا ان شاء الله هتبقوا مهندسين، تخصصنا ولا لسه يا كريم؟ أنا بكالوريوس إن شاء ان الله شاء الله مدني، مدني. هيبقى مشروع خلصان إن شاء الله. لحد ما بدأت في مشروعك؟ لا لسه، هيبقى من الترم الجاي إن شاء الله. ان شاء الله خير. بيتهيألي ان كل ده بيثقل مهاراتكم بصورة او بأخرى، بيقلل الجهد اللي انتوا بتعملوه، لان بيبقى عندكم يعني مجال تفكيركم اكبر بكتير من الامكانيات المتاحة، صح ولا لا؟ هو مش اللي هو بياخد وقت مننا كتير ولا حاجة، بالعكس ده بينما عندنا مهارة التعامل، ان انا بنزل واحس بالناس، وببدأ ان انا اعرف ناس جديدة، ببدأ ان انا بجانب باجي في المواد الدراسية وكده بلاقي تسهيلات كتير، ممكن ما اكونش الوقت مثلا مذاكرة بتبقى بتاخد مني 3 4 ساعات مثلا في حاجة معينة، بلاقي نفسي في ساعتين عملتها، ما شاء الله، بتبدأ ان تلاقي تسهيل من عند ربنا بتتحفز كده في الحاجة، الحمد لله. لأن انت بتبدأ تطلع وقت من عمرك يعتبر في الخير. بركة كل حاجة. جميل. كلام يمكن كانوا بيقولوه أهلنا زمان، البركة بتيجي من الحاجات بالظبط. دي، فكون انتوا يا شباب تبقوا مستشعرين ده شيء جميل. الجانب اللي انا بقول بيساهم ايضا في خدمتكم وصقل مهاراتكم، ان كل ده بيتحط في السي في الخاص بينا كنشاط يعتد بيه عند خروجنا للعمل ان شاء الله. معظم الشركات الاستثماريه انتوا عارفين في الوقت الحالي يسالك انت كنت بتعمل ايه، مش بتدرس ايه، ايه الخبرات اللي انت اكتسبتها، مش ايه العلم اللي انت اتعلمته. وتالي ده خبرات عمليه صعب ان احنا نكتسبها في اي مكان اخر، لو احنا معتمدين على ان احنا في جامعه وبس، صح ولا ايه؟ بالظبط. بس الاجمل كمان ان الجامعه بتيسر لكم ده، بتوفر لكم الوقت، بتوفر لكم المكان، وده يعني اتجاه ايجابي مشهود في كل جامعاتنا المصريه والحمد لله. بنفكر في ايه تاني؟ فكره ان انا اساعد زمايلي حلو، بس كون ان احنا جامعه خاصه الى حد ما يمكن المهارات دي بيبقى متوفر ليها صوره منظومه موجوده وبتساعد. لكن انا مهتمه قوي بتوجهكم للمجتمع. ايه اكتر حاجه بتشوفوها بتضايقكم وتحسوا ان انتوا ممكن تبقى قليل الحيله في ان انت تعمل فيها حاجه، لكن بتفكر عايز تعمل فيها حاجه؟ ايه اكتر حاجه بتضايقنا لما بنشوفها في مجتمعنا بتحسسنا كده ان انا ازاي مش قادر اتحرك فيها؟ هي يمكن من اكثر الحاجات اللي بتضايق الواحد هي المناطق العشوائيه، الى حد ما بيبقى في سوء تخطيط وفي سوء تنظيم، بننزل مناطق ما فيها بيوت ما لهاش سقف، فيها بيوت ما ممكن ما يكون اللي فيها ما يكونش لاقي ياكل، فانت بتنزل له مره بتدي له الشنطه سواء شنطه رمضان او وجبه في افطار صائم، او انت نزلت له مره في ممكن تكون في العمر ان انت وصلت للشخص ده واديته الوجبه دي في المره دي، طب بعد كده طب هيجيب منين لو انت مش موجود او كده. طبعا وربنا موجود ورزق كل واحد مكتوب له، بس برضو يعني لازم يبقى فيه اهتمام اكتر بالناس دي، وتفاعل ان احنا
ننتقل بيهم ثقافيا وعلميا برضو ممكن، ونشغل وقتهم بفرص عمل متاحة. ونشغل وقتهم لاحظ بفرص ان عمل. عملية افراغ العشوائيات في مصر بدأت وبنشاط جامد، وابتدت تظهر صور حضارية كبيرة جميلة جدا، لكن كل المتخوفين منه، خلينا نتكلم بصراحة يا شباب، ان العملية ترجع زي ما هي، لان انا خدت انسان بائس لمكان يمكن يكون جميل، لكن حتى هو يمكن ما عندوش العائد المادي اللي يخليه يتابع استمرارية واستدامة هذا المكان على بالظبط. شكله. وانا كده لا، انا ثقافته ممكن تكون ما تأهلوش، اهتمامه بالمكان ان ده لازم احافظ عليه، يمكن قدراته المادية وثقافته المجتمعية بالظبط. وانا البسيطة ما تأهلوش نعدت لكده. الانسان قبل مخاوف ما كتيرة نعد موجودة دلوقتي، المكان، بس خلينا نقول انها نقلة مختلفة نقلة العدم. واه بس برضه النقلة جميل، لازم تكون أقصى صواب، يعني وفيها فيها يعني تفكير دائم فيها واستدامة تفكير دائم علشان ما وتجديد ترجعش دي تبقى واستمرارية، عشوائيات مرة أخرى، وتفكير دائم على التطوير، وإن إحنا وإيجاد فرص عمل للناس وإيجاد اللي فرص عمل موجودة فيه. للناس، وإعداده ثقافيا، وإعداده إن أنا أبدأ أغير ثقافاته، بالظبط، علشان بالظبط زي ما حضرتك قلت إن أنا ما أرجعش تاني للمكان اللي هو كان فيه. الناس كتير من اللي اتنقلوا للعشوائيات دي يمكن ما عندهمش كمان العائد المادي اللي يخليهم يستديموا المعيشة في المكان ده، فما كناش هنلاحقهم هنرجع بفرص زي ما عمل. كنا. هتبقى العملية يعني هي جزء كبير لازم نشكر عليه الدولة، ولكن لازم يبقى التفكير دائم ومستمر لخدمة الناس دي. عمرو، ايه اكتر حاجة بتضايقك؟ زي ما قال لنا كريم، قال لنا العشوائيات، انت بالنسبة أنا لك أكتر حاجة بتضايقني لما أشوف بني آدم مش لاقي مأوى، مش لاقي أكل، مش لاقي شرب، وللأسف بيبقى معاه أطفال صغيرة، مثلا ممكن تكون أرملة أو ست يعني، وقاعدة امرأة ومعاها معيلة؟ وولادها، فبيبقى الموضوع صعب جدا يعني. شفتوا نماذج من دي كتيرة؟ يعني على طول فكرة ان انا اساهم مرة وبعد كده مش عارف هي هيكون حالها ايه، دي فعلا بتبقى فكرة مؤلمة. لكن خلينا نقول ان في منظمات مجتمع مدني كتيرة قوي، منها يعني منظمات شبابية، وما فيش اي تفكير في هامش ربح. يعني خلينا نقول مجموعة معانا مثلا المشردين في الشوارع، بياخدوهم بينظفوهم، بيلجأوا المستشفيات الحكومية عشان يتابعوهم صحيا، بيصوروهم وبيجدوا يعني خلينا نقول ناس كتيرة قوي رجعت لبيوتها من الفكرة البسيطة دي اللي مكرسين نفسهم ليها بدون أي عائد مادي. انا بحييهم من خلال نشاطاتكم طبعا، دي امثله للنشاطات اللي ممكن بالظبط. نقوم بيها، لكن يتهيألي انتوا كطلاب جامعيين يمكن العبء هيبقى اكبر عليكم لو توليتم مهمه زي دي، لكن ممكن مشاركتكم معاهم بمشيئه الله تسهم في انهاء بالظبط. صوره المشردين في شوارعنا المصريه. واحنا مستمرين يعني، احنا بدأناها في الجامعة، لكن مش معنى كده ان انا مجرد ما اخلص الجامعة ابقى خلصت النشاط او خلصت المشاركة في الخير، لا بالعكس. احنا بصين ان احنا ان شاء الله نكمل، نبقى منظمة للخير بتدعم ومستمرة بتتجدد، زي ما حضرتك شايف عمرو لسه في اولى، انا ان شاء الله هخلص متجدده في فهو كل مكمل، الجزئيه. بعديها يجي غيره بالظبط. وغيره معانا يبدأ ناس من اللي تستمر. اتخرجت يا كريم لا لسه متابعين احنا معانا؟ الفرع الجامعة عندنا لسه أول دفعة، أنا يعتبر لسه جديد وكده، بس هو ليه فرع في مكان التجمع وكده نعم، بقاله 10 سنين وكده. رائع، هو الفرع ده فرع جديد، لسه أنا أول دفعة يعني، جميل، إن شاء الله السنة الجاية واسست فرع. لدفعات بدأنا قادمه إن احنا بمشيئه تقريبا الله نشاط تمشي على نفس السنه نشاط السعيده اللي الطلابي انت. وكده بدأنا إن احنا ندخله ونساهم في جميل، إن هو ينتشر في الجامعة، والحمد لله عندنا نماذج كويسة بدأت، رائع، وهيبقى فيه في الفترة الجاية إن شاء الله نموذج من عندنا برضه في الجامعة ان شاء الله. علمي. كون ان انت في بكالوريوس يا كريم يخليني اسالك، بتفكر ازاي في اللي جاي في حياتك العمليه وشكل خدمتك للمجتمع في نفس الوقت؟ إيه ان شاء الله يعني الواحد ناوي ان هو اول حاجه طبعا يخلص الدراسه بتقدير كويس الدراسه كانت من اختيارك تواجد لكليه الهندسه؟ طبعا، واخويا برضو ما شاء ساهم الله. معايا في النقطه دي. طبعا تخلص دراسه اتخرج، ابدا ان انا بجانب النشاطات اللي انا بشارك فيها، لازم برضو الواحد يهتم بفرص العمل، لانه هيبدا يلاقي فرص عمل وكده، ونبدا ان احنا ما خليش الوقت ياخدني في ان انا ابقى شغل بس، او ان انا ابقى فرصة العمل زي اي حد مثلا بيبقى بيطلع يتخرج يشتغل،
يبدأ ان هو يكون أسرة، هيبدأ ان هو يلاقي ينشغل الوقت بياخده، بمتطلبات حياته يبدأ وينسى مجتمعه. متطلباته، يبدأ في زحمة الدنيا بقى، ويبدأ العمر يسرقه بدون ان هو ما يحس ان هو شارك في حاجة. انما لما من الوقت ده اللي هو فترة الشباب بالذات، تبقى بتلاقي نفسك بتساهم في حاجة، هتلاقي لما توصل لمرحلة من العمر معينة تلاقي نفسك لا انت عملت حاجة، أنجزت انت في ناس كتير عارفاك، في ما شاء ناس الله. كتير تقدر انت تروح وتقعد معاهم هنا وهنا يا وهنا رب دايما يا كريم يبقى وتشارك معاهم في الخير. مستقبلكم رائع بمساهماتكم المجتمعية الجميلة، لأن هي دي زي ما احنا قلنا هي دي اللي بتدينا الحافز على الإجادة والتفوق. عمرو برضو أكيد حطيت مخطط كده، هنكمل إن شاء الله مع أسرة الخير وبنفس المساهمات. وتخصصنا ناويين على إيه؟ إن شاء الله مدني، مدني، إن شاء الله. متفقين. ربنا يوفقكم. كريم فضل رواش طالب الفرقة الرابعة كلية الهندسة إحدى الجامعات الخاصة، وعمر عادل مصطفى طالب الفرقة الأولى كلية الهندسة إحدى الجامعات الخاصة، بشكركم على مساهمتكم الجميلة لمجتمعكم وربنا يوفقكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستقبال مجموعة أخرى من الشباب الواعي. فريق بيجهز نفسه لبكره. كل واحد في الفريق عارف مكانه، عينه على التاني، بيفهمه من نظرة واحدة، بيشتغل بكل حماس عشان يوصل للهدف، ومش مستني حد يشاور عليه. روح الفريق بتجمعنا، بالتعاون، الجدية، التركيز على الهدف، وتنفيذ الخطة بعزم ما فيه. كلنا بنكمل بعض. فينا اللي بيحول الصنعة لصناعة، والمونة لعمارة، والمبنى لمدينة، والخيال لحقيقة تشوفها عينيك. ايدين متشبكين، وعينين شايفة بكرة أجمل، ومشوار طويل لازم نمشيه. مشاعر واحدة بتجمعنا، كلمة يا رب اللي بنقولها قبل ما نبدأ، والغنوة اللي بنغنيها بعد كل حاجة حلوة بنحققها. الكل ماشي قدام بكل عزيمة وإصرار، هنبدأ من جديد ونكمل اللي حققناه. قلوبنا على بعض، ايدينا في ايدين بعض، هدف واحد بيجمعنا، اننا نبني بلد. التاسعة من التلفزيون المصري.
كلنا فريق واحد عشانك انت يا بلدي. كل شبابنا حافظين الجميل، مش بس بيفكروا في ذواتهم، دراستهم، مستقبلهم، لا دول كمان بيفكروا في مجتمعهم. زي ما شفنا في الجزء الاخير، الجزء الاول من حلقتنا، مجموعه شباب رائع بيدور دايما على الخير لكل المجتمع. في الجزء ده من حلقتنا معانا مجموعه شباب اخر عينيهم على العلم، لان هو السبيل للتقدم بكل الصور، حقيقة لازم كلنا نعترف بيها، وهم عارفين طريقهم فيها كويس قوي. ألاء نبيل الطالبة بالفرقة الثانية كلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة، برحب بيكي ألاء. ومحمد طارق الطالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة أيضا، برحب بيكم وبرحب بنشاطكم وأفكاركم اللي مقترنة بخدمة العلم، مش بس خدمة مجتمعنا. ألاء عرفيني عن نفسكم أكتر وبتعملوا ايه؟ اوكي، احنا مجموعة من طلاب الهندسة قسم اتصالات، اغلبنا تقريبا كلنا قسم اتصالات. احنا لقينا حاجة انترناشنال اسمها IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineering. المؤسسة دي كبيرة زي ما حضرتك قلتي، فكرتها ان احنا نخدم العلم. لو حضرتك عايزين اقول لك نشأة IEEE اصلا، يا ريت. هم كانوا شركتين امريكيتين، واحد تخص الراديو وواحد تخص الانترنت. فاندمجوا مع بعض، فكره برضو من اجلها العلم وكده، خدمه العلم. ابتدوا فكره ان احنا نستفيد من كل دماغ حوالين العالم، ما بقتش بس في امريكا وبعد كده بقت في كندا وبعدين بقت في العالم كله. فهو مقسمينها 10 ريجنز، اول 7 ريجنز لامريكا وكندا، احنا ريجن 8 الشرق الاوسط واوروبا. جميل. كل جامعه بتبقى مؤسسه اسمها برانش، زي احنا IEEE برانش. وبعدين كل برانش ممكن يكون شابترز، ده شابتر مسؤول عن حاجه معينه فيها تقسيمات وكده. بس احنا لسه صغيرين، فاحنا حاليا برانش بس. هي اصلا IEEE والبرانش بتاعكم مختص بايه؟ هو اصلا IEEE كلها مختصه منلي بالالكترونكس والكهرباء. مؤخرا جدا ابتدت تهتم، لا احنا عايزين نخدم كل الناس ممكن في اي مجال تاني، يعني حتى في الاعلام مؤخرا في جامعه القاهره كان كله انتجريتد. ده بيخدم ده، ده بيخدم ده، بس احنا نوسع الايه التطبيقات زي ما بيقولوا. بالظبط، هي اصلا الكتريكال اند الكترونيك انجينير. بس احنا حاليا في البرانش لغايه دلوقتي الايفنتس بتاعتنا كلها كانت الكترونيك يعني او الكتريكال. طارق هيقولي اكتر ديتيلز اكتر عن الايفنتس اللي احنا بنعملها، يمكن ده يقرب الصوره اكتر لمشاهدينا. ابدا بنشاتنا اصلا في الجامعه ولا كنا في محاضره عاديه وكنا عايزين نعمل IEEE، مش الجامعه مش هي اللي بتعمله اصلا. الطلبه عايزين تدخله، بنبعت ابروفال، بنبعت بيتيشن لبره ان احنا عايزين ندخله، بناخد الابروفال. خدنا الابروفال في اول 4 اللي فات. بدات نشاته اصلا عندنا في اول 12 اللي فات. خدنا الابروفال وبدانا باول سيشن لينا نعملها، كانت النانو تكنولوجي، كان المهندس احمد درويش اللي بدا يعمل. بعد كده خلصناها، دخلنا في روبوتكس وركشوب، كانت 3 ايام. كان فيها ليها فاينل. دي بتتم داخل الجامعه لخدمه زملائكم ولا لكل خدمه الناس؟ عامه خدمه عامه لاي حد. بندعو ليها ازاي؟ عن طريق النت والماركتنج. المدى الاقبال يا محمد؟ كان النانو تكنولوجي دي كانت جوه الجامعه بس، دي كان فيها حوالي 80 واحد. كانت معرفيه توعويه، ما فيهاش تطبيقات. لا ما فيهاش تطبيقات. الورشه بقى كان فيها تطبيقات، كان اخر يوم فيها كله بيمشي بعربيه بتتحرك بالموبايل. فاينل بروجكت يعني. بس فكان ده اللي احنا شايفينه يا محمد معانا. هي الورشه ديت. ده كان اخر يوم خالص، كانوا قاعدين على الارض كلهم، كنا كلنا شغالين، حتى معانا دكاتره كانوا قاعدين معانا بيشتغلوا في نفس المشروع برضه. ده باشمهندس احمد درويش كان بيشرح. ده البوزيشن بتاعه ايه؟ لا هو طالب زينا بالظبط، بس في جامعه تانية. بس من الناس اللي هي بتحب تتعلم وتطور نفسها وكده، حتى هو الشعار بتاعه عارف، هو اللي بيعمل برزنتيشن للموضوعات اللي بتختاروها. هو كان بيدي المحاضره، والناس بتطلع في الرومز بتاعتنا في الجامعه، في تكنيكال سبورترز معاه بيساعدوا الناس وهم بيشتغلوا.
كان 3 ايام زي ما محمد قال، كان بيشرح تحت جزء مثلا ونطلع نطبقه فوق. الناس تطلع تطبقه فوق في السكاشن، كان مسرح تحت والناس تطلع تطبقه في السكاشن مع تكنيكال سبورت، بيشتغل كل حاجه. روبوتك ابلكيشنز، الحاجات دي كلها ليها اصداء كبيره جدا وفي رغبه شديده من الكل انه يتعرف عليها، لكن بتحتاج لامكانيات، بتحتاج ل يعني لما اقول ورك شوب يبقى انا محتاجه كل مجموعه لازم يبقى معاها موديل يشتغلوا عليه. كل ده بيتوفر لكم من خلال الجامعه وفي تيسير لي، ولا من خلال الاورجنايزيشن اللي انتوا دايما بتتراسلوا معاها؟ كانت عن طريق كل جروب بيشتري كيت كنا موفرينها بسعر رمزي. كان هم بيجمعوا نفسهم جروب واعلنا عليها قبل الايفنت يعني، وعلى الحاجات اللي عايز يشتريها من بره ماشي، واحنا برضو وفرها لهم بسعر كويس يعني. بس ما كانش في دعم الجامعه في الحته دي الا هم، بس هم فتحوا لنا المسرح وفتحوا لنا الحاجات دي كلها، بحيث ان احنا لسه جداد برضو، لسه ما شافوش مننا شغل عالي يعني. بس كان بنيتوا جدار ثقه. لا كمان كان في ايفنت تاني، كان في ايفنت بعديها برضو دعمونا جامد يعني. كان سي اي سي ارينا، دي كانت مسابقه روبوت كومبيتيشن، روبوت فايت، كانت روبوتات فايت مع بعضها. كان الروبوتات دايمنشن يعني ليها دايمنشن، كان لينا في صوره او فيديو ليها كنا نشوفها، موجوده برضه هتبتدي يا ريت نشوفها. كان روبوتات بتتخانق مع بعضها، وكان ليه جوائز في الاخر، المركز الاول 6000 والثاني 2000 والثالث. مين اللي قدم الجوائز؟ الجامعه دعمت لنا بالجوائز ديت، وكمان دعمت لنا بالحلقه. احنا معانا مجموعه صور، معانا روبوت فايت بالظبط. ده كان يا ريت لو هو فيديو، يا ريت لو شفناه. في فيديوهات برضو موجوده. ده كان ده الاورينتيشن داي بتاع المسابقه. ده كان في الصيف ولا اثناء الدراسه؟ كان لسه ما كملتش شهر تقريبا. كانت موجوده يعني. جميل. اتجاه علمي بحت لكن تطبيقي بحت ايضا، لانه متصل بتطبيقات كتيره جدا في مجتمعنا. يمكن معظم زملائنا في كليات النظريه عارفين اللي احنا بنقوله، انما الجانب العملي فيها يمكن يكون قليل. ده يعني جانب هام جدا انتوا بتقدموه، مش بس لزمايلكم، انتوا بتفتحوا الايفنت كمان دعوات عامه في بابليكس عشان يبقوا موجودين معاكم. ايه اللي في دماغنا؟ الاء انت في الفرقه الثانيه ومحمد في الفرقه الثالثه، يمكن خبرتك يا محمد اكيد اكتر من الاء، لكن اكيد افكاركم اكبر بكتير كمان من اللي انتوا بتعملوه بعد اللي انتوا بداتوه. والكونكشنز اللي احنا عملناها واللينكس اللي احنا عملناها، اكيد بقى عندنا هدف اكبر، او ايفنتس تفتح المجال لتخصصات ادق وجانب عملي مفتقد في اماكن تانية. هو احنا فعلا كل ما بنعمل ايفنت كل ما بنحس ان احنا عايزين نعلى اكتر. احنا عندنا في الاتصالات احنا اصلا بندرس كذا حاجه، فاحنا الحمد لله قدامنا فرايتي في موضوع الايفنتس ده. فبنحاول لما مثلا نعمل ايفنت مثلا نعمله كذا ليفل، عشان زي مثلا ورشه الروبوتكس دي اسمها ليفل 1، دي ده الستاندرد. هنحاول ان شاء الله نعمل ليفل 2 ليفل 3. برضو مثلا فعلا في مجالات تانية في كذا حاجة في دماغنا، وبرضو لازم يبقى الأساس التطبيق العملي، لأن هو ده الكور يعني. حتى مثلا لو حد هيشرح، لا في بروجيكتور وفي ناس لازم تشوف عملي كل حاجة، لأن دي طريقة التعليم المثلى، إن البني آدم يشوف وبعدين يشارك يعني. وريني عملي ونظري ده ما بيثبتش في المرحلة يعني. في جملة معروفة أرني ويمكن أحفظ، شاركني ولن أنسى أبدا. جميل. محمد، واضح إن أنت شاركت في كم مش قليل من الإيفنتس. أكتر إيفنت حسيت إن أصداؤه كانت أكبر وكان في إقبال أكبر عليه واستفادة منه؟ هو بالنسبة لي أنا كان سي أي سي أرينا الأخيرة، عشان أنا كنت مشارك بيها في روبوت وخدنا الحمد لله المركز الثاني، فكان ليها فرحة برضه مختلفة بالنسبة لي. أعتقد اللي سمع مع ناس كتيرة الورشة بتاعت باشمهندس أحمد درويش، كان فيها ناس من جامعات كتير، لدرجة إن كان في ناس من طنطا ومن غيرها كانوا بيجوا يسافروا كل يوم بأكتوبر ويرجعوا تاني. كان فيها من ناس من كل حتة يعني، وبرضه كانت سي أي سي أرينا فيها من كل جامعات مصر، كانت على مستوى مصر كلها. جميل. ده هيخلي في مطالب. انتوا بقالكم جمهور، واكيد هما بقى هيقولوا لكم احنا عايزين كذا، ولا تفتكروا ممكن يعملوا اللي انتوا بتعملوه؟
زي الايفنتس اللي احنا بنعملها، سهل ان هم يبقى ليهم رياده في جامعاتنا المختلفه في تخصصاتكم انهم يعملوا نفس الشيء؟ انا طبعا اعرف كليات الهندسه، جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعات كتيره ليهم تطبيقات وبيشتركوا في مسابقات عالميه، لكن خلينا نقول ايه الجديد اللي احنا قدمناه لهم وممكن هم يكونوا عايزين يطبقوه. هو الفكره في ان حضرتك تقدمي مثلا، ممكن حد يقدم نفس مثلا نفس الموضوع، لان المواضيع في الفكره انك تقدميها بشكل زي ما قلت لك عملي، شكل جديد. الاورجنايزيشن بيفرق، ان مثلا الناس اللي محمد قال عليهم اللي بيجوا من بره لا عايزين يبقوا مستريحين وهم قاعدين بيسمعوا لكتشر او كده، فهو بيبقى فرق في الاورجنايزيشن، في جوده الايفنت، من حيث الناس حضرتك بتقولي مستنينا ولا هم يعملوا. لا ممكن الاثنين، في ناس بعد يتشاركوا يعني يكتسبوا نفس الخبرات في وقت اقل من خلالكم. هم ممكن ياخدوا عندنا مثلا الورشه ليفل 1 مثلا يلاقوها في حته ثانيه ليفل 2 يكملوا، ومع ذلك في ناس قالتنا انتوا تعملوا ليفل 2 امتى؟ لا في ناس بتبتدي تبقى مستنيه، ده في جوده في المقدم ليهم، في ثقه ابتدوا يثقوا في اللي انتوا بتعملوه. الحمد لله الورشه بالذات زي ما محمد برضو قال كانت صداها كبير، ان تشوفي بقى حضرتك كده الناس على البروفايلز بتاعتها على الفيسبوك وهي بتقول تشكر فينا في الاورجنايزيشن الحمد لله من فضل ربنا، بتشكر في الجامعه في نظافتها او كده، ان هم كانوا مستريحين وهم بيسمعوا ليكتشرز، كان في مساعده من الاورجنايزرز جامد كده يعني. وبرده المسابقه دي ان شاء الله سي اس ارينا، دي سي اس ارينا 1 احنا ان شاء الله. كانت امتى يا الاء؟ كانت في شهر 9 14 8 هي كانت عباره عن يومين يعني، لسه الحماسه موجوده. الحماسه برده حاجتين، ان احنا كنا اورجنايزرز وان احنا كان لينا فريق ما شاء الله جوه المسابقه. فريق خد مركز ولا لا؟ الثاني ما شاء الله. ما شاء الله. بعدين كانت يومين، اليوم الاولاني كان زي ايه، احنا هنعرفكم مثلا، كان مخلين لكل فريق ان هو يقعد يجهز نفسه ويجهز الروبوت وكده روم، فعرفناهم الرومز بتاعتهم وكده، عرفناهم نظام القرعه، مين مش بمزاجنا لا ده قرعه قدامكم، ان احنا مين هيسابق مين الاول جدا يعني. كانت في الاستياتر انت عارفه ان في مشاكل كتير بتحصل من الموضوع ده، وترتيب الفوز وان لا ده دخل قبليه ولا لان ده جامعه مش عارف ايه، احنا بنشوفها تقريبا في المسابقات المختلفه وبتبقى مشكله وبيبقى سوء تنظيم اولا واخيرا، وخصوصا ان احنا داخلين بفريق، فلو كان احنا كنا مستنيين القرعه يا رب ما نطلعش. يا رب ما نطلعش الاول يعني، يا رب ما نطلعش الاول عشان بس ضامنين المركز. ان شاء الله يا رب ما نطلعش الاول في البرزنتيشن، لكن هنبقى في الاول في المركز دايما يا رب. النشاط الرائع ده اكيد بيثقل مهاراتكم. تفتكروا سوق العمل في مصر في استقبال هذه نقول ايه المهارات الجميله والتوجهات الايجابيه الرائعه نحو تخصصاتكم، يعني مستبشرين خير ان شاء الله يا محمد؟ يعني هو مجال الالكترونكس بدا يفتح له مجالات كتير في مصر، والكوميونيكيشن برضو شويه بدا يفتح له، بس يعني الروبوتكس مش قوي في مصر يعني، بس هو ليه ريليتد برضو بالالكترونكس، فاعتقد يبقى ممكن ليه مجالات. جميل محمد، لكن خلينا نقول ان فكره التنافس عالميا في مسابقات عالميه في تخصصاتكم او في ابداعاتكم الالكترونيه، انتوا بتبقوا حاسين ان في المعايير ثابته طبعا، لكن هل الامكانات امكاناتنا وقدراتنا بتمكننا ان احنا ننافس عالميا ولا في مشكله؟ هو مبدئيا ما فيش اي حاجه سهله، اكيد هنقابل صعوبات في كل حاجه، بس هي الفكره ان احنا قبل ما نخش الحاجه المشروع اللي كان محمد كان فيه، لا هنشوف الاول ايه اللي معانا، هنشوف ايه اللي معانا الاول، هنشوف امكانياتنا. لو مثلا مش هنقدر السنه دي نخش السنه اللي بعديها، تحس نبقى جاهزين ما نخشش واحنا مثلا في حاجه ناقصه. بالظبط يعني الواحد بيبقى عارف برضو امكانياته من الاول يعني، لكن مثلا بنحس الصعوبه اللي هو في تحديات مثلا في الشغل، حاجات تبوظ مثلا زي الروبوتات او كده، حاجات تبوظ في نص، لا دي طبيعيه جدا، وشده الاعصاب طول الشغل والحاجات دي ده طبيعي، ده العادي، لكن توفر الامكانات موجود. انا عارفه قدراتكم ما شاء الله عليكم، لكن الامكانات اللي تاهلنا ان احنا ننافس عالميا بتبقى موجوده، ولو مش موجوده ساعات بنعمل عليها هاكس، بدل ما نشتريها من بره وكده بتبقى التكلفه عليها جامده، بناخد حاجات بسيطه نعمل عليها هاكات بسيطه كده، نحولها يعني نوظفها بالطريقه اللي احنا عايزينها. برافو عليك.
فكرة ان احنا نبقى فريق ومن فرق مختلفة، اعدادي واولى وتانية وتالتة، اعمار مختلفة، توجهات وخبرات مختلفة، لازم يبقى فيه هارموني، يبقى فيه توافق عشان ننجح. بتقابلكم صعوبات في ده ولا لا؟ شويه. لا هو انا حاسه ان احنا البنات شويه، اما اشوف الولاد بقى بعد. لا هو انا لا ممكن. انتوا ما شاء الله عليكم فريق، ما شاء الله. انتوا كم واحد؟ احنا حوالي 25 واحد. 20 حاجه و20 طالب وطالبه طبعا. هو حضرتك عارفه البنات عموما قليلين في هندسه، بس طالب وطالب احنا موجودين. هو بالنسبه للتيم ورك، لا انا حاسه ان احنا كتيم من يعني بس ما شاء الله، لا من احسن الناس اللي في الجو ما بينهم كويس وكده، رغم ان حضرتك قلت ان احنا من سنين مختلفه. بنحاول نساعد بعض، يعني مثلا دفعتنا اللي هي البكالوريوس لا بيحاولوا يساعدونا حتى في مثلا مش جوه التيم، لا بره كمان، لا خدي كورس كذا، لا روحي مالي كذا. لا حتى في حاجات بتبقى ما بيننا بنعملها في رمضان، يلا نروح نفطر مع بعض. مثلا عيد ميلاد حد نعمل له عيد ميلاد، بيقربكم اكتر من بالظبط. ودي حاجه على فكره حلوه جدا. مثلا لو حاجه اسمها الاستفاده من الواحد يخش في ستودنت اكتيفيتي، دي من اكبر الاستفادات اللي الواحد ممكن يستفادها، انه يخش في نشاط طلابي، ان انا اتعلم ان اتعامل مع اللي حواليا بمختلف الشخصيات بمختلف الاعمار. فدي حاجه حلوه جدا. انا عن نفسي انا بحب فكره التيم ورك جدا، وهم اكيد كمان بيحبوكي. يعني محمد عندكم مشكله في الموضوع ده؟ لا خالص، احنا تقريبا المشروع اللي فات ده قربنا من بعض اكتر كمان، كل مشروع وورشه بنخشها او حاجه تقربنا اكتر من بعض، لدرجه ان احنا بنفطر نتغدى نتعشى سوا في مشاريع، قاعدين بنبات كمان سوا لما بيبقى في زنقه شغل، لدرجه ان احنا اخر مره ده بيتنا 3 ايام ورا بعض في الجامعه او يومين ورا بعض في الجامعه، وكان معانا الدكتور كمان، دكتور محمد كونسلر لينا، كان معانا ناس كتير، يعني كل الناس دي مشكوره طبعا. جميل. بس بنقرب من بعض اكتر في كل حاجه زي كده. جميل. عايزه اقرب اكتر من الايفنتس اللي انتوا بتعملوها. فكره ان انا اتشارك في اللي انا بعمله مع فرق تانية او جامعات تانية او حتى بابليك، مش لازم يكونوا طلاب جامعه. دول بيبقى في مستويات مختلفه، ان في ناس ممكن يبقى عندهم فكره عن اللي احنا بنعمله، في ناس ما عندهمش فكره خالص، في عندهم ناس عندهم مهارات التعامل اليدوي، في ناس ما بيشتغلوش غير على المونيتورز وبيتفرجوا بس. الحاجات دي بتواجهوها ازاي يا محمد؟ اللي هو يعني مثلا انا هعمل ايفنتس في هنتكلم مثلا على الروكت، وهنعمل توصيلات وهنشتغل، وفي جانب ابداعي، في اساسيات المفروض تبقى معروفه ممكن ما تكونش عند حد. بتوفقوا الدنيا ازاي؟ لان انتوا اكيد بتبقوا عايزين تخلصوا المستهدف، لكن في مستويات ادنى بتتعاملوا معاها ازاي؟ هو بيشرح تحت المحاضر، بيشرح من الزيرو خالص، بعد كده بنطلع فيه تكنيكال سبورت فوق، اللي عارف بيشتغل لوحده، اللي مش عارف انا بقرب منه وبشتغل معاه بايدي وعلمه دي كذا دي كذا، طب تعالى نعيدها، طب تعالى لي بكره بقى لو الوقت خلص، تعالى لي بكره قبل الايفنت هنشتغل تاني، وطب اقابلك في حته بره ونشتغل سوا كمان وتاني، برافو عليكم، وهكذا يعني لحد ما نعلى كلنا نبقى على مستويات واحده. وفي ناس منهم بتكمل تبقى محاضرين اساسا بعد كده، يعني انا كنت خدت الورشه دي في حته تانيه بره واخدت عملناها عندنا في الجامعه وبقيت بشرح فيها، نقل العلم لبعض يعني عشان ما بيقفش عند حد واحد. وكل ده بنعتبره عمل تطوعي، مش بس بيخدم يعني رغبتنا في التعلم، لكن كمان بيخدم زملائنا في كل مكان، في ان احنا بنقدم لهم خدمه نقول تعليميه وتوعويه ومعرفيه. ده كله بيحتاج لحد يدفعنا اكيد. في مع الفريق الجميل ده في سينيورز، في سوبرفايزرز، في ناس بتوجهنا او بتدعم الحافز ده جوه. كان بدايتها معانا مع دكتور حاتم خالص في الاول، كان هو لما قلنا عايزين نعمل اي تريبل اي، كنت انا وكان في المحاضره معايا موجوده الاء برضو، وكان دكتور حاتم هو كان في اي تريبل اي اصلا من قبل كده، فقال لي طب ماشي يلا، وزقني ان احنا نعمل وهكذا، وبدا كمل بعديه دكتور حاتم، مشي راح مكان تاني، كمل بعديه دكتور محمد في وجوده، دخلت معانا باشمهندسه نوره، ودخل معانا ناس كتير يعني مشكورين برضو، باشمهندس يحيى، الناس دي على طول بتوجهنا على الطريق يعني.
الأولوية في أنشطتكم للجانب العلمي وفقط ولا بتشاركوا في أنشطة تانية يا آلاء؟ لا هو بصراحة احنا متخصصين في المجال ده، المجال العلمي يعني تخصص فيه تيمز تانية ممكن تكون زي ما شفنا الحقيقة زملائكم متعددة، العمل الطوال المجتمعي كان ليه النسبة الأكبر من الاهتمام، لكن احنا متخصصين لا علمي بنسبة 99% يعني في المجال ده. لما تبقى في حاجة ترفيهية بتبقى زي ما انصح كده بينا وبين بعض يعني عشان تقوي التيم ورك عندنا، لكن احنا قدام الناس احنا حاجة ساينتفك جدا. ملناش مواهب تانية بجانب تخصصنا العلمي محمد؟ في اللي بيلعب رياضة، في اللي بيعمل انا بتكلم عن محمد وآلاء يعني كل انخراطنا في العلم وتطبيقاته الحقيقة هي مثيرة للاهتمام يعني تقريبا بتستوعب معظم وقتكم. خلينا نقول ان معظم الكليات العملية وخاصة كليات الهندسة بيبقى فيه مشكلة شوية في التقييم، في طريقة التقييم، انه يكون بالموضوعية المطلوبة، انه يكون عادل باكبر قدر ممكن. يمكن في جامعاتنا الحكومية الكثافة بتبقى كبيرة جدا، ده مش موجود. انتوا بتتغلبوا على الموضوع ده ازاي في تقييماتكم في نهاية السنة؟ وهل الانشطة اللي انتوا بتقوموا بيها دي بتبقى داخل تقييم العلمي في كليتنا ولا لا؟ قصدك تقييم الجامعة لينا؟ نعم. هو احنا في تقديراتنا التقدير العام لينا في اخر السنه. لا هو احنا مش عندنا مثلا نظام في الجامعه انه عشان انت مشترك في نشاط طلابي فتاخد اكسترا. هي مره واحده حصلت كده وما كانش ساعتها لسه الاتريبيل اي اتعملت. في بعض الدكاتره مشكورين ما لقيتوهاش بالظبط، كان بعض الدكاتره مشكورين راحوا مزودين درجات او كده، لكن ده حاجه مش فورمال يعني. بس هو ما بيجيش على وقتنا خالص، حتى الاء يعني من اوائل دفعتها ما شاء الله. لا طيب كلموني بقى عن طريقه التقييم وطريقه الامتحانات اللي انتوا هل في اختلاف ما بينكم وما بين جامعات الحكومية في التقييم؟ يعني انتوا عندكم، بس الاول انتوا عندكم معرفة ازاي بيتم التقييم، طريقة الامتحانات، هل عندكم نظام ساعات معتمدة ولا النظام العادي الموجود في جامعاتنا؟ احنا نظام ساعات معتمدة اللي هي المواد مترتبة على بعضها وكده. بالنسبة للتقييم هو كل مادة بيبقى نص درجتها على الامتحان الأخراني فاينل، والنص التاني بتبقى درجات تراكمية من كذا حاجة بنعملها أثناء الترم. يعني الدكتور يطلب مثلا أبحاث، ساعات في مشاريع مع بقى لما دخلنا التخصص بقى في حاجة اسمها مشاريع. لما يطلب أسايمنت حاجة مطلوب تتحل بقى بالذات عشان حاجة عارفة احنا موضوع المسائل والحاجات دي كتير، حاجات تتحل في فجأة كويز، فكل دي درجات الحضور والغياب. فدي حاجات تراكمية بتشكل نص الدرجة وبتخليكم في نشاط دائم من أول يوم في السنة لآخر سنة، مفيش تكاسل، مفيش يعني حتى في الأجازة وقت الراحة أو يوم ما بخلص حتى بدري في الجامعة بقعد عشان اي تريبل عايزاني في حاجة نعمل حاجة في اي تريبل، يعني هو اليوم كله في الجامعة تقريبا. ده هيخليكم مختلفين لما ندور على المنتج الاخير عند التخرج بمشيئه الله، ده بيدينا قيمه مضافه ما نستهينش بيها. فكره ان انا مش بس بتعامل مع زمايلي في الجامعه، لا ده انا بفتح الباب للتعامل مع زملائي في كليات المناظره وغيرهم كمان. ده بيدينا تبادل معرفي وثقافي واجتماعي ايضا، بيدينا خبرات يعني في ناس بتجيلنا ممكن تضيف لخبراتنا، ممكن تدينا حاجه جديده رغم ان هم جايين يكتسبوا يعني بتشوفوا كده مهارات دول عليها واو من اللي جايين يعني لنا. في ايفنتات كان الناس بتجيلنا من زويل، جامعه زويل، كان اللي هم يعملوا ايفنت بعد كده يعني بعتوا لنا انفيتيشن، انا بقى بتعلم الايفنت بتاعهم ده، دي خبرات اصلا كانت مترتبه على الايفنت اللي انا عملته، ما كانوش جم ان شاء الله رحت بعد كده. بس الاء بوجه عام بصه لمستقبلها ازاي؟ خططت للي جاي؟ واضح ان احنا ماشيين باجتهاد ما شاء الله عليكم، ربنا يوفقكم، لكن ما يمنعش ان احنا يبقى دايما عندنا نظره للي جاي. والواحد لما بيحط هدف زي ما بيقولوا بيبقى بيوجه كل جهده ليه، وبيحاول يكتسب اكبر قدر من المهارات اللي توصله للي هو عايزه. الهدف ده موجود عندنا يا آلاء؟ ان شاء الله يعني.
هو الفكره زي ما قلت حاجه احنا في اتصالات بندرس كذا حاجه، فانا لسه في تاني تخصص حاليا في مرحله ان انا عايز اتاكد ان انا هكمل يعني انا اتصالات اوكي عايز اكمل عايز اتخصص في الحته دي من اتصالات والكترونيات هي كوميونيكيشن الكترونكس، ان انا عايزه مثلا اشتغل في الحاجات دي بقى ادور الحاجات دي لما البرانش ده يعني لما بيكبروا يشتغلوا ايه بالظبط في شركات ايه مثلا الشغل المتاح ليها في مصر كويس ولا لا. شبه انا حددت بس ما خدتش قرار نهائي اللي هو 100% بس انا شبه حددت يعني الحمد لله. ابتدي بقى تدوري على كورسز بره على تريننج بره بسال عن الحاجات دي وكده بلس المذاكره لان اكيد الجي بي اي اللي هو التقييم العام في الاخر في الجامعه بيفرق برضو والمواد نفسها بحاول استفيد من الدكاتره من المعيدين او كده مش بس على الجانب البحثي والاكاديمي وان انت تدرسي صراحة لا هدفك عملي انا اشتغل بايديا مش ان شاء الله ربنا يوفقك. محمد مخططاتك للجاي ان شاء الله؟ هو انا ان شاء الله انا اتخصص في الالكترونيات اكتر وغير كارير انا بقى بره هبقى عايز باور يعني هشتغل على نفسي ان انا اكون في الكهرباء الباور بس وباذن الله بقى يكون هشتغل على نفسي اكتر ان يكون ليا البراند الخاص بيا او الكارير المتجه لوحده يعني حاجه برضه بعيدا عن الجانب البحثي والاكاديمي. لا مش حب ممكن يبقى هوايه يعني انقل خبراتي لناس تانية بس مش بحثي واكاديمي. جميل ان احنا بننقل خبراتنا للاكاديميين داخل الجامعات لكن خلينا اقول لكم ان التعليم ما قبل الجامعي في جاب واسعه قوي ما بين المعارف اللي الولاد بيكتسبوها من المناهج العلميه المتاحه ليهم وما بين المناهج اللي بيتحصلوا عليها في الجامعه في تخصصاتكم. يعني احنا لما دخلنا الكليه يتهيألي في ناس كانوا في دروب في حاجات لا كان يعني زي ما بيقولوا زيرو تايب في التخصص ما يعرفوش عنه اي حاجه ودي مش صح. الجانب ده مش صح. المفروض ان الاعداد للمرحله دي بيبقى خلينا نقول اعتماد الطلاب الثانويه العامه او الفتره الاعدادي على الالكترونيات بتطبيقاتها المختلفه اللي احنا بابعد ما نكون عن الاستفاده بيها بتحسوا ان ده كافي بالنسبه لكم لما بتلتحقوا بالكليات المتخصصه دي ولا انتوا شايفين ان في حاجه لازم تحصل في هذه المراحل اعدادا للتخصص في الكليات؟ هو انا هتكلم عننا بالنسبه لنا اتصالات في حاجه حسيت ان احنا كان المفروض ندرسها انا شايفه ان كل طلاب المدارس المفروض يدرسوها من هم صغيرين وفي دول اجنبيه ابتدت تعمل كده هي البروجرامنج برمجه في لغات برمجه كتير قوي فعلى الاقل لازم في المدرسه يتعلم لغه برمجه الموضوع ده في توسيع مدارك جامد فحسيت ان لا دي حاجه ما كانش المفروض اول مره تعرض المفترض تبدا انت يا الاء في رايك انا عرفت ان في دول بره مطبقه من ابتدائي بيبتدوا يتعلموا لغه البرمجه دي حاجه كده زي المكعبات بس على الكمبيوتر ففيها تشغيل مخ جامد انا عايز اوصل لايه اعمله ازاي او كده والموضوع مش معقد يعني مش الكترونيات يعني فعادي فانا شايفه لا هو في استهانه بقدرات ده عيل صغير ده في اعدادي لا ده ممكن يطلع منه حاجه جامده لو شغلته وفهمته هيشتغل جامد ما يروحش يتصدم عشان حتى تساعده ويعرف هو حابب ايه لان هو يبقى دراسه لكل المجالات المتاحه في التخصصات الاكاديميه الجامعيه بعد كده بالظبط مش بس شكرا. علمي وادبي والتخصصات التقليديه المعتاده وفي اخر مرحله من التعليم ما قبل الجامعه تبقى في صوره انشطه اكتر برضه عشان تساعد الشخص اللي لسه ما دخلش الجامعه انه يحدد هو ممكن يبدع في ايه او يكمل في ايه. جميل. محمد رايك ايه في الموضوع ده؟ انا شايف ان لازم الناس تشتغل بايديها قبل الجامعه يعني لازم ما اجيش اقول له الباور مثلا اي في في ويجي بعد كده ايه الباور طيب ايه ده لازم اشغله بايده بالذات في فتره الثانويه هو يقدر دلوقتي يمسك سلك ويقدر يوصل ويقدر يعمل طب ما يشتغل بايده ده لو هو حابب المجال ده طب في الكيمياء طب ما انا ممكن اعمل تجربه مثلا معينه ثاني اكسيد كذا على كذا طب ليه ما يشتغلش بايده هيجي يوصل بعد كده على جامعه هيلاقي نفسه دخل ممكن يكون دخل مسابقات في ناس كتير قوي دلوقتي في مصر بدات تطبق ومراكز كورسات بدات تطبق للتينز حاجه زي كده وللناس دي كلها فده دي حاجه بتوزيع المدارس وناس وأساسي. كتير منها يعني سافروا كمان يعني في ناس سافرت هيفرق في درجه أطفال. التفوق بعد الالتحاق في الجامعه في التخصصات دي هيبقى اصلا الحاجات دي هو عارفها ممكن يسيب نفسه ما يهتمش بالجامعه قوي يهتم بمجالات تانية توسع له اكتر يبدا يسبق الكليه يعني ويشتغل مع نفسه. جميل. محمد طارق الطالب بالفرقه الثالثه كليه الهندسه باحدى الجامعات الخاصه والاء نبيل الطالبه بالفرقه الثانيه كليه الهندسه باحدى الجامعات الخاصه واعضاء فريق رائع من الشباب اللي بيتوجه توجه علمي
رائع، مش بس لخدمة نفسه وزملائه، ده كمان لكل الجامعات بأنشطة علمية رائعة. بتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في حياتكم الأكاديمية والدراسية وكمان مستقبلكم العملي بمشيئة الله، ومنتظرين الجوائز العالمية إن شاء الله وأنتم قدها إن شاء الله. أشكركم وأتمنى لكم كل توفيق. مشاهدينا الكرام، مشاهدي أني للتعليم العالي، كنا معا وشباب وآراء. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.